السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس أحمد فيلدس. حنشرحكم القيم التقريبية اللي هي في صفحة أعلى ما أعتقد 64 من الكتاب المنهجي للرياضيات. القيم التقريبية اللي هي معدل تغير في الصال أو معدل تغير في سين أو الزيادة في صال أو النقصان في صال أو الزيادة في سين أو النقصان في سين، إذا كانت معدل الزيادة، هذا اسمه معدل الزيادة أو معدل التغير، قيم متناهية في الصور. إذا دلتا صار على دلتا سين بتساوي دلتا صار على سين. شو يطلب منك؟ يطلب منك دلتا صار احتمال، ممكن يطلب منك دلتا سين بعدين سهل. المحتوى حاليا لما يبي منك دلتا صار لابد تكون هذه معلومة اللي هي الزيادة التقريبية في السين، ولابد تكون هذه معلومة كويس. دلتا صار على دلتا سين بإمكاني نجيبها من الدالة اللي عندي، زي المثال هذا عندي دالة، عندي فرض دالة صار بتساوي جذر سين، بإمكاني نجيب الدلتا على سين عن طريق مفرض هذه كويس. وهو طالب منك سؤال، هو يبي زيادة تقريبية في صاد، يبي دلتا صاد. هي إذا زادت سين من كذا لكذا معناها في زيادة في سين، معناها هذه معلومة لابد تكون هذه معلومة وهذه معلومة باش نجاوبوا فرضا سؤالها. تمام، نشوف السؤال. إذا كانت صاد بتساوي كذا فأوجد زيادة تقريبية في صاد، يبي دلتا صاد بتساوي مجهول. إذا زادت سين من 4 إلى 4.01 معناها في زيادة، دلتا سين شن بتساوي؟ هي مقدار الزيادة من 4 ل 4.01. إذا شني؟ دي 4.01 ناقص 4، تشوف قداش مقدار الزيادة. إذا نقصت الماضي في بعض يطلع لك ناقص 0.01. إذا دلتا سين شن بتساوي؟ بتساوي 0.01 كويس. إذا زادت سين من 4 إلى 4.01، إحنا طلعنا مقدار الزيادة لكن ما نعرف إحنا سين قيمتها قداش. إذا زادت سين من 4 معناها قيمة سين الأصلية قداش؟ بتساوي 4. إذا توا هذه عندك وهذه عندك كويس. إحنا يبي الدلتا صاد، هذه توا هذه معلومة طلعناها، نبغوا الدلتا صاد على دلتا سين عن طريق الفرض وهذه. إذا صاد شو بتساوي؟ بتساوي جذر سين. دال صاد على دال سين بيساوي تفاضل هذه اللي هي قبل اي شيء. جذر سين شو بيساوي؟ بيساوي سين اس نص، فبنفضوها ينزل اس ونديروها زي ما هي ونقسم اس واحد نص ناقص واحد بناقص نص، بيطلع لك الناتج اهو. خليته وانا اقصد الورق. اذا دال صاد على دال سين بيساوي 1 على 2 سين اس ناقص نص، نزلوا غلط واللي سين اس نص، السالب اللي نزل غلط بالموجب او السالب اللي عندكم فوق بالموجب، بيساوي نضمه شكلها 1 على 2 سين اس نص، عباره عن شيء اي شيء اس نص معناها سين جذر سين كويس. هذه عباره عن دال صاد على دال سين. لو احنا شنبو نطلع قيمتها رقمية دال صاد على دال سين بالتعويض بقيمة السين اللي عندي، هذه 4 في 2 تطلع لي قيمة دال صاد على دال سين بتساوي 1 على 2 جذر 4، بيساوي 1 على 2 جذر 4 اللي هو 1 على 2 جذر 4 عبارة عن 2، إذا 2 في 2 بيساوي ربع كويس. تو طلعنا هذا وطلعنا هذا، بإمكاننا نطلع دلتا صاد ضرب طرف في الوسطين. إذا دلتا صاد على دلتا سين بتساوي خلي نكتب قيمتها، دلتا صاد على دلتا سين، دلتا سين شو بتساوي؟ 0.01. وهنا شو بيساوي دلتا صاد على دلتا سين؟ اللي هي دلتا صاد على دلتا سين بتساوي 4، نضرب الطرفين في الوسطين. إذا 4 دلتا صاد بتساوي 0.01. بإمكانك تطلع قيمة دلتا صاد تقسم على 4 للطرفين، تمشي الأربعة هذه مع الأربعة هذه. إذا دلتا صاد شو بتساوي؟ بالحاسبة 0.01 على 4، إذا دلتا صاد بتساوي 0.0 على ما أعتقد 0.05 ممكن، يعني ما مش متأكد بالضبط، لكن مش ياخذ الحاسبة هذه 0.01 تقسيم 4 حيطلع لي قيمة الدلتا صاد. ف
في الختام لا تنسى الضغط على زر سبسكرايب، لايك هو اعجاب، كومنت هو تعليق، شير لكي تصل عندي من الطلبه ولكي تدعمني انت. كل ما نحصل لايك يعني على الفيديو كل ما يصير لي دعم، يعني نحصل دعم نكمل مسيرتي في الشرح، الدروس ان شاء الله نكمل الكتاب كله يعني باذن الله. انا الخطه متاعي اني نكمل شرح الكتاب كله. حاليا شرحت الباب الاول وهو متباينات، شرحت منها شويه مش هلبه لانه هو سهل، المتطلقات شرحت عليها هلبه، وكذلك التفاضل شرحت عليها هلبه. قاعدين في توشيني معدل التغير شرحته وكملته بالتمرين، كملته وكذلك تودينا في القيم التقريبيه. فزي ما قلت لكم ادعموني، انا باذن الله حنكون معاكم لنهايه شرح الدروس كامله. في الختام شكرا جزيلا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.